طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. وقوف من جديد لإعادة العراق إلى الركب الدولي، بلدا قائدا متصدرا سيدا. باب شرف قبة دكتور سليم الجبور كومبارس. أخي كل العرب السنة في السلطة عبارة عن كومبارس يجملون المشهد، كل واحد يحاول أن يرضي جماعته يحصل له كم وظيفة. نحن لسنا جزء من صناعة القرار والسلطات، هالحكي باقي كله كلاوات. كل العرب السنة في السلطة عبارة عن كومبارس. أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين. نتحدث في هذه الحلقة عن ارتفاع عدد العشوائيات في العراق. طبعا أظهرت نتائج إحصائيات قامت بها وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بأن نحو 13% من سكان العراق، 13% من سكان العراق الذين يبلغ عددهم نحو 35 مليون يعيشون في العشوائيات، 13% من مجموع 35 مليون يعيشون في عشوائيات. ولم يشمل طبعا الإحصاء سكان محافظات إقليم كردستان العراق الثلاثة، أربيل ودهوك والسليمانية، وكذلك استثنى المحافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين نظرا للأوضاع الأمنية المضطربة فيها. طبعا استنادا إلى بيانات وزارة التخطيط، فإن عدد تجمعات السكن العشوائي بلغت في 12 محافظة 3687 تجمعا عشوائيا. احتلت العاصمة بغداد المركز الأول والتي يبلغ نسبة سكانها 8 ملايين الصدارة، بواقع 1000 منطقة عشوائية. تلتها محافظة البصرة بنحو 3 ملايين نسمة، يبلغ عدد سكان البصرة ب 700 عشوائية، فيما كانت محافظتا النجف وكربلاء الأقل من حيث وجود التجمعات العشوائية، بلغ عددها 89 منطقة فقط. مسح وزارة التخطيط قدر عدد سكان العشوائيات بالقياس إلى عدد الوحدات السكنية البالغ عددها 522 ألف وحدة ب 3,300,000 مواطن. 3,300,000 مواطن يشكلون ما نسبته 13% من سكان العراق. طبعا تشير بيانات وزارة التخطيط إلى أن 88% من التجمعات العشوائية نشأت في أرض تعود ملكيتها للحكومة للدولة، فيما بلغ حجم العشوائيات على الأراضي التي تعود ملكيتها إلى القطاع الخاص ب 12%. كذلك بلغت نسبة استعمالات الأرض في الجنس السكاني 26% وغير السكني 74%، بمعنى أن الحاجة إلى السكن تمثل النسبة الأقل، أما النسبة الأكبر فذهبت إلى إنشاء مشاريع وإعمار استثمار مختلفة على الملكيات العامة والخاصة دون سند قانوني. وزير التخطيط سلمان الجميلي تحدث في نهاية عام 2017 بأن إجراء مسح تثبيت العشوائيات في العراق يمثل إدراك لدى الحكومة وبأنها هذه المسألة خطرة على المجتمع وضرورة إيجاد الحلول والمعالجات المطلوبة بعد أن شهدت هذه الظاهرة انتشار كبير. لفت إلى أن العشوائيات التي انتشرت في جميع أنحاء العراق تسببت بها أزمة السكن. بسبب أزمة السكن نتج عن هذه الأزمة العشوائيات المستشرية كما قال في البلاد، والتي تتزايد عاما بعد عام فضلا عن عدم وجود قوانين وأنظمة تسهم في الحد من عملية انتشار العشوائيات. يرى الوزير سلمان الجميلي بأنه نتيجة لغياب الحلول تحولت المشكلة إلى ظاهرة تسببت بعرقلة برامج التنمية وتطور المجتمعات، وشهد العراق انتشارا واسعا لتجمعات السكن العشوائي بعد عام 2003، حيث استولى كثير من الفقراء على الأراضي المتروكة وقاموا بتشييد مباني سكنية عليها، كما استولت جماعات مرتبطة بأحزاب وميليشيات مسلحة على مساحات واسعة من أراضي الدولة وقاموا باستثمارها وبناء مجمعات تجارية عليها
أو توزيع بعضها أو بعضها على الفقراء لكسب أصواتهم في الانتخابات. جاءت مشكلة موجات النزوح بعد دخول تنظيم داعش عام 2014 لتزيد الأمور تعقيداً، حيث عمدت آلاف الأسر النازحة إلى بناء بيوت متواضعة لها على مساحات الأرض المتروكة، وكان هذا يعني سبب آخر في ازدياد هذه العشوائيات. تعريف العشوائيات كما يعرفه البنك الدولي هي المناطق العشوائية بأنها مناطق غير رسمية تعاني من بعض المشكلات كالكثافة السكانية المرتفعة وعدم كفاية البنية التحتية والخدمات، كما أنها مناطق تعاني من ضيق الشوارع وغياب الأراضي الشاغرة والمساحات المفتوحة. تعريف الأمم المتحدة للعشوائيات تعرف المناطق العشوائية بأنها المناطق المتهالكة والقديمة الواقعة داخل المدينة أو مستعمرات واضعي اليد التي تحتل أطراف المدن خارج المخطط العمراني، والتي تعاني من عدم الاعتراف بها كما جاء في التعريف كالعشش والأكواخ أو ما يسمى بمدن الصفيح، والتي تنتشر في الأحياء السكنية الحديثة والقديمة سواء في قلب المدن أو على هوامشها. طبعا يشار إلى أن قضية الإسكان العشوائي أو العشوائيات في بعض بلدان العالم تعد تجسيدا حيا لتشوهات في السياسات الاقتصادية والعمرانية للدولة، وتتفاقم الأزمة في ظل إهمال الحكومات وفشلها في وضع استراتيجيات سريعة لحل تلك القضية وتعديل سياساتها العامة. إذن مسألة ارتفاع العشوائيات هي تأتي بسبب سوء التخطيط وفشل السياسات الاقتصادية والعمرانية للدول، والعراق الآن مثال على ذلك. نأخذ قبل أن نقوم بالاستماع إلى أصواتكم وآرائكم حول هذا الموضوع أعزائي المشاهدين، نأخذ هذا الجرافيك الذي يسلط الضوء على ازدياد نسبة العشوائيات في العراق ونعود إليكم. نعم، شاهدنا هذا الجرافيك الذي يسلط على ارتفاع نسبة العشوائيات في العراق. نأخذ الاتصال الأول، وليد من بغداد، تفضل وليد. انقطع وليد، معنا اتصال آخر أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عمر، تحية لك يا عمر. حياك الله، أهلا وسهلا بك. كيف حالك؟ تحية لك وتحية لقناة الرافدين، تحية للكادر والقناة. حياك الله. والإخوان المتصلين. هو بيجري بالعراق، هو واسمح لي نحيي الشعب العراقي والشعب السوري والشعب اليمني يا عمر. تحية لك. حياك. هو ما يجري بالعراق، هي دولة تأخذ توجيهات من حسن نصر الله، بعد أنت بعد تسترجي منها دولة هي. هي عصابات، لا يوجد حكومة بالعراق ولا يوجد سيادة. وشيء طبيعي يجري في ظل هذه، إذا ما تحرك الشعب العراقي الشريف وطاح بهذه العصابة المجرمة
لن ينهض العراق في ظل هذه العصابات التابعة لإيران، هذه الحزالات. ونحن نفرق بين النظام الإيراني والشعب الإيراني. الشعب الإيراني شعب مضطهد مسكين. نعم. ولكن النظام الإيراني هو نظام مجرم، أجرم بأطفال العرب وأجرم، ولكن سوف يتحاسب حساب عسير عن قريب إن شاء الله. نعم. أبو فيصل شكرا لك من السعودية. طبعا إذا ما تم أو قمنا بالمقارنة بين العشوائيات، قبل ما نأخذ هذه المقارنة مع الاتصال آخر، أبو حسن من بغداد. أبو حسن برأيك، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. سبب ارتفاع عدد العشوائيات إن كان في العاصمة بغداد بالدرجة الأولى أو المحافظات الأخرى؟ نعم أخي العزيز، أخي عمر المحترم، طبعا العشوائيات شلون صارت من الفقر. يعني الإنسان اللي يعمل ما راح يقدر يعني يلم له فلوس أو يبني له بيت، فيضطر بالعشوائيات، ولا شلون يعني يروح يكتار شلون، وين يودي جهاله؟ فيلم لك منها طابوق، اللي يقولك الفلشة اللي طابوقة منها بالشارع، طابوقة بالحاجة السامع بالجبالة، فيبني غرفة غرفتين يعني هي تصير. هو الفقر أساس البلاء اللي يصير بالعراق. نعم. فهم دول جايين يعني إذلال العراق، تدمير العراق، تدمير الكيان العراقي. نعم. يعني هسه اكو ناس قاعد اشوفهم يلمون طابوق من المكاتبه مال الاجبال حشاشه ما يذبوها فيلموها. نعم. وجروها يعني جلك الله بالعربايه التعبانه هاي مال الجرها خيول. زين ابو حسن، احنا عندنا مساحات شاسعه في العراق غير مأهوله ما بها سكان. الدوله اذا عاجزه كما تقول في الفتره الاخيره وعندها ازمه اقتصاديه، ليش ما يعني وزعت قطع اراضي على 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 العراقيين؟ الدوله مو عاجزه اخوي عمر، مو عاجزه، كل شيء عندهم. هي تقول ذلك. اي هي تقول يعني شنو سبب حكي يعني شو الواقع. نعم. البلد كل شيء بيه يعني هسه جيعان، ما يعني على حكايه الناس، مو بس على حكايتك، واسعه ارض واسعه، اعطي كل واحد 100 متر 100 متر هو اعطي مع عقاري مبلغ يبني بيته ويصير على حاله وعلى عائلته. بس هم يردون العراق يستقر، يردون دليل. هو هذا البلاء اللي ابتلى به العراق بحجه الدعوه القذر. شنو الحلول برايك؟ والله يا اخي انا الف مره اقول البشر يعني، والله يا اخي ترى الكرامه اهم شيء، والله ترى البشر من غير كرامته ما يسوى كل شيء، والله ما يسوى يعني ما له قيمه. مثل حتى سامع مثل النفايه حتى السامعين، بس اذا واحد ما يدافع عن كرامته هذا صفر. فاذا يريد كرامته ويريد هيبه يعني رجولته لازم ينتفض يا اخي، والله لازم يا اخي. تقولون صعبه، والله مو صعبه يا اسلام، والله مو صعبه. يريد شعوب شيء كرامته اغلى شيء بالكون. بشر من غير كرامته ما يسوى اي شيء، كل شيء يا احفر القعوه اطبلهم من جوا التراب والله. بس الشعب اذا ما انتفض الكرامه يا عمر يا اخويا، تقول لك يعني انا والله العظيم بدي اتعجب. شعب العراق شعب قبل، بس كلمه واحده يصير لهيب جمره مال نار. يهندس فيكم. نعم. ابو حسن من بغداد كان معنا، شكرا لك. معنا اتصال اخر، ام ازهار من بغداد. تفضل يا ام ازهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. احييك وحي القناه العظيمه وعامليها. بالنسبة إلى هاي الدولة، هاي الوضع الموجود هسه والنفايات والخرايب الموجودة، هاي كلها هاي تأثيرات هاي الدولة من 2003 إلى هسه. لو هي كانت حكومة جاية تخدم هذا البلد كان ما صار هالشكل. كان كل الموظفين ينطوهم أراضي يبنون. سابقاً كان بالعهد السابق كان كل الموظفين ينطوهم أراضي ويبنون وكل الناس مسؤولين وقاعدين. لكن هاي الحكومة مصدرها مصدر إيراني وأمريكي وإسرائيلي، فهي جاية تهدم هذا البلد، تحطم تخلي بهالوجه هذا. لأن كان العراق قدوة للعالم كله، العراق
لكن الان خلته يصير أسوأ بلد في العالم، وهي هذا هاي المضمون مالته. نعم. يعني لانه امريكا اول من ضرب لها صاروخ، صدام ضربها اول صاروخ جذبته لاسرائيل، وايران صار 8 سنوات حاربنا وياها ووضعناها. زين ماشي، ذاك يعني ذاك يعني عهد وراح في وقته. احنا اليوم بعد العام 2003 ولغايه الان هذا الارتفاع، اليوم احنا عندنا 3687 تجمع عشوائي بالعراق، يعني اكثر من 3 ملايين عراقي يعيشون في عشوائيات. بالنسبه نعم. للعشوائيات الناس فقره، ما عندها تبني، ما عندها، لو الحكومه تساعدها كان تقدر تبني، تاخذ سلفه وتبني، لكن ماكو ناس فقره فتسوي تعجب لها عشوائيات، وانتشرت هاي الظاهره الان لانه الفقر يزيد يوم بعد يوم، والاذيه تزيد يوم بعد يوم، والقاذورات تزيد يوم بعد يوم. فانا اقول يا شعب وينك مخدر انت؟ تسقط مع المخدرات؟ انهار انهار يا شعب انهار، حارب هذا الجبناء اللي اجونا من ايران. نعم. اجوا من ايران. نعم. ام ازهار. ام ازهار من بغداد كانت معنا. طبعا اذا ما قارنا بين العشوائيات في العراق، وعلى سبيل المثال مصر معروفه بعدد العشوائيات الكثيره، على مستوى مصر كلها هناك 1331 تجمع او مناطق عشوائيه. بالعراق اليوم احنا عندنا كما اشرنا قبل قليل 3687، يعني العراق من ناحيه المناطق وليس من ناحيه العدد، من ناحية المناطق العراق فاق مصر. العراق بميزانياته الضخمة منذ العام 2003 ولغاية الآن، وكما أشرنا بتعاريف الأمم المتحدة والبنك الدولي بأنه ظاهرة العشوائيات هي تدل على هناك أزمة في التخطيط الاقتصادي والتخطيط السكاني وفشل الدولة. هذا يعتبر من أحد معايير فشل الدولة بحسب المعايير الدولية. في مصر 1331 منطقة عشوائية، بالعراق 3687 منطقة عشوائية. طبعا كذلك في مصر العام 2015 وزارة التطوير أعلنت بأن الحكومة تعمل على توفير 67600 وحدة سكنية، مشاريع اسمها مشروع الإسمارات وغيره من مشاريع الإسكان الحكومية. لغاية الآن لم نسمع من الحكومة يعني تجمعات سكانية، إعلانها عن بدء بناء تجمعات سكانية 100,000 وحدة سكنية مثلا أو 50,000 وحدة سكنية قامت بإعلانها، إن كان في مرحلة حيدر العبادي أو مرحلة نوري المالكي الأولى والثانية. هناك خلل بالفعل في التخطيط في العراق، في وضع سياسات تنقذ البلد من هذه العشوائيات. طبعا كما أشار أبو حسن وأم أزهار قال لك بأنه السبب الرئيسي بانتشار هذه العشوائيات هو الفقر. طبعا معدل الفقر في العراق إذا تحدثنا عن إحصائية وزارة التخطيط في نهاية عام 2017 هي تحدثت بأن نسبة الفقر في العراق ارتفعت إلى 30% بعد أن كانت في عام 2014 13 أو 16%، 22% كانت، اليوم ارتفعت إلى 30%. بينما عضو اللجنة المالية في البرلمان نجيب كذلك في نفس الوقت قالت بأن نسبة الفقر في العراق وصلت إلى 35%، بينما هناك تقارير دولية تؤكد بأن نسبة الفقر في العراق تجاوزت 50%، أي أكثر من نصف سكان العراق تحت خط الفقر. معنا اتصال؟ نعم. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة حول ارتفاع أو زيادة العشوائيات
في العراق، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، مستمرون باستقبال اتصالاتكم عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك باستلام رسائلكم عبر خدمة الواتساب. نقرأ بعض رسائل الواتساب. يقول: الإدارة العشوائية للدولة أنتجت العشوائيات السكانية والتي بدورها ستنتج أجيال اجتماعية مشوهة من حيث انتشار الجريمة بأنواعها والأوبئة والتفكك الأسري والتخلف بكل المجالات. طبعا معروف بأن العشوائيات عندما تبنى وكما أشرنا بتعريف البنك الدولي والأمم المتحدة سوف تكون خالية من الخدمات كالمجاري والشوارع وكذلك من المدارس والمستوصفات الصحية. هذا بالفعل سوف ينتج جيل أو مجتمع في تلك العشوائية غير متعلم، تنتشر فيه الأوبئة والأمراض، تنتشر فيه الأمية والجهل. هذه كلها آثار اجتماعية سلبية على المجتمع ككل. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا. تفضل أبو ناصر. أستاذ عمر، حياك الله وسهلا بك. تحية لحضرتك والقناة الرافدين والكل الكادر. حياك الله أستاذ عمر. يعني بلد مثل العراق وصلت ميزانيته ببعض السنوات إلى أكثر من 130 مليار دولار، نعم، وملايين من شعبه يعيش بالعشوائيات. السؤال هو وين تروح هاي الأموال الضخمة؟ هذول اللي هاي الأموال اللي تعادل ميزانية أكثر من 5 دول، شنو قدموا للشعب هذول اللي استولوا على السلطة؟ وأكو واحد سأل المسؤولين منين جبتوا هاي المليارات اللي جمعتوها واحتفظتوا بها لنفسكم؟ يدري المواطن العراقي بأن المالكي اللي كان يتمنى قبل الاحتلال أن يحصل على منصب مدير مدرسة أو مدير عام دائرة، يدرون بأن ملكيته هسه أكثر من 50 مليار دولار، وعمار وأياد علاوي وأسامة النجيفي ملكيتهم أكثر من 45 مليار دولار. طيب وين القضاء عنهم؟ ليش ما يسألهم من جمعتوا هاي الأموال؟ وليش من استوليتوا على السلطة لحد الآن ماكو أي خدمات للمواطن؟ إلا إذا كان القضاء فاسد ومسيس، وهذا شيء أكيد. يعني أنتوا تملكون مبالغ، يعني الشخص الواحد منكم يملك مبالغ تعادل ميزانية الدول والشعب عايش بالعشوائيات. هي هاي الإصلاحات اللي جيتوا بيها للمواطن؟ القرابة ليش ما تتوزع على المواطن حسب الضوابط ويقدموا له منحة بناء دار وتخلوه يرتاح، لو حتى الأراضي صارت ملك لكم والعوائلكم؟ نعم أخي أستاذ عمر، هي زمرة فاسدة سلطت على رقاب الشعب، همهم ومصلحتهم إرضاء إيران. وإذا الشعب يريد يحصل على حقوقه ما إلى غير طريق واحد، هو طريق الانتفاض والقضاء على هاي الزمرة المجرمة. وبدل 3687 عشوائية اللي هسه موجودة تكون 3687 مجمع سكني لائق للمواطنين. نعم. ماكو غير طريق الثورة من قبل كل أبناء الشعب والقضاء على كل هذول اللي يجوي خلف الدبابة الأمريكية. نعم. إذا يريد الشعب يرتاح يقضي عليهم ويصادر كل أموالهم. يعني ما أعرف أنا شلون جمعوها هاي، شلون حسبوها، شلون جمعت هاي الفلوس. نعم. زين أبو ناصر، يعني غياب التخطيط من ناحية توفير قطع أراضي، من ناحية بناء مدن جديدة، غياب هذا التخطيط من قبل الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال، شو تفسره أنت؟ يعني هم ما يهمهم غياب تخطيط أو غير غياب تخطيط أستاذ عمر، هم همهم هسه بس يجمعون أموال، بس يضحكون على الشعب ويجمعون أموال، لأنه يعرفون كل الزين إذا انتفض الشعب عليهم ما راح تقوم لهم قائمة. ما يهمهم المواطن، على أي أساس يروح يشغل نفسه بتخطيط وغير تخطيط؟ ما له علاقة بهالشغلات هاي، جاي هو في سبيل أن يحصل أكثر كمية من المال، أكثر كمية من مليارات الدولارات. نعم. ويطلع بيها للخارج ويعيش هو وعائلته ويترك المواطن بحاله. برأيك يعني هذه العشوائيات ايش راح
يعني ايش راح تنتج من اجيال؟ يعني احنا عندنا الان تقريبا كعدد اكثر من 3 مليون عراقي يسكنون بهاي العشوائيات، ونشوف احنا الصور يا اما تكون بيوت من طين او من تنك او مثلا بانيله غرفتين او يعني غرفه واحده، وطبعا لا شوارع ولا مجاري ولا مدارس ولا مستوصفات صحيه، يعني عشوائيه بما تعني الكلمه. ايش راح يعني تنعكس على المجتمع؟ يعني راح تنتج عنها شعب مدمر، ملايين من الناس مدمره، فقدت الامل بان تعيش حياه سعيده ومرفهه بهذا البلد. هذا اللي راح تنتج، راح تنتج اميه، راح تنتج عطل عن العمل، راح تنتج فد اشياء ما حد يتوقعها. ماكو بشر، ماكو شعب يعيش العيشه هاي، ماكو واحد يقبل ان يعيش هالعيشه هاي. لكنه شو يسوي؟ مصرين، الاراضي مكومه بكل ارجاء العراق وهم عايشين بالعشوائيه. شو تريد تنتج هاي؟ تنتج اجرام، تنتج مخدرات، تنتج حقيد، كل شيء تنتج هاي الشغلات استاذ عمر. نعم ابو ناصر من تركيا كان معنا، شكرا جزيلا لك. طبعا كما اشرنا بان هذه العشوائيات هي بسبب رئيسي كما تشير التقارير الدولية، السبب الرئيسي هو غياب التخطيط الحكومي لهذه المسألة المهمة والحساسة والتي تعطى الأولوية في دول العالم، في دول العالم تعطى الأولوية. قارنا ما بين مصر والعراق وطلع العراق بعدد المناطق العشوائية، بعدد المناطق وليس بعدد سكان هذه المناطق، أكثر بتقريبا 3 مرات، 1331، العراق 3687. وكما استمعنا إلى المشاهدين بأن كل هذه الأمور لها سلبيات على المجتمع من ناحية الأمية ومن ناحية غياب الصحة ومن ناحية يعني ظهور أجيال أمية وبعيدة كل البعد عن التعليم بسبب غياب الحياة أو الأساسيات الحياة في تلك المناطق. نريد أن نستمع لأصواتكم حول هذا الموضوع، وكذلك استلام إرسال رسائلكم عبر خدمة الواتساب. نقرأ هذه الرسالة، يقول: الشعب يدفع ثمن فساد الدولة، إذا نحن بحاجة إلى ثورة شعبية حقيقية تزيح كل فاسد وكل ظالم. نعم، رسالة أخرى يقول: يقول اليوم وقعنا عقود، صورت العقد وكلت بالبيت أقرأ باعتبار أننا محظوظين بالحصول على عقد عمل، وللسخرية لم أرى أي أحد قام بقراءة العقد قبل التوقيع لأن ما مصدقين، وتفاجأت بمدى تجاهل واستحقار الدولة لمواطنيها، وأنا أبرأ الشركة الطرف الأول كل البراءة، لأن لو كان هناك وطن لما قبل بما بأن تجري تحت أو تجرى تحت رايته مثل هكذا عقود، كلها وقاحة ولؤم واستحقار لمن يريد أن يعمل لكي يعيل عائلة محسوبة عراقية. للأسف لا غرابة لبلد يمثل منذ 15 عام إرادة الغرباء. أريد نعرف من الأخ مرسل الرسالة بالضبط أي عقد مع أي وزارة تم التعاقد حتى يكون المشاهد ونكون نحن بالصورة. يقول: السلام عليكم، عيني كلها مكيف على العشوائيات، تعال شوف بالدورة قرب سكة الحديد، طلعوا مقابل بيوت أهلهم وبنوا وقعدوا، وشوفهم آخر موديل سيارات وقسم سووها صالون نسائي، وتجي يقول بالشرقية يومية تجي تعطيهم مساعدات. طبعا ما هو هذا؟ يعني غياب الدولة وغياب سلطة القانون في الدولة يسمح للمتجاوز ويسمح للناس بأن يأخذ حتى شارع. يعني احنا شاهدنا في كثير من التقارير التي عرضناها على قناة الرافدين، هناك يعني أناس عدة بيت ما شاء الله 300 متر 400 متر وقام بالتجاوز على الشارع، أخذ نصف الشارع بحيث انغلق الشارع، انغلق الشارع. هذا قصور كذلك من الشعب، قصور من الشعب بأنه بسبب الانفلات الأمني وغياب القانون ويعني ضعف الدولة وانتشار الميليشيات وإلى آخره،
هذا ما مفروض من المواطن أن يقوم بالتجاوز على الشارع، هذا شارع الجميع وليس شارعك أنت. هذه هي رسالة من أحد الأخوة من الدورة. يقول أخ عمر أكثر سكان العشوائيات ناس ضعفاء، لا صحة ولا تعليم ولا خدمات بشرية، هؤلاء الناس همهم فقط يعني ما نريد إحنا يعني نتكلم على هذا الشيء، يعني رجاء إحنا دا نقرأ الرسائل مباشرة، هناك يعني هناك من يرسل رسائل فيها تهجم وفيها سب وشتم، لا نقرأ هذه الرسائل وغير مقبولة أبدا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين باستقبال اتصالاتكم حول موضوع ارتفاع العشوائيات. نأخذ الجرافيك مرة ثانية الذي يسلط الضوء على العشوائيات في العراق وارتفاع هذه العشوائيات وكذلك نسب السكان في هذه العشوائيات. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال سمير من الديوانيه، تفضل سمير. سمير؟ نعم نعم، الو السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله. اخي في موضوعك يوم على العشوائيات مو صحيح؟ نعم. الشغلات التجاوز اكيد يعني. طبعا تشملها التجاوزات، تفضل. يا اخي نص سكان الديوانيه قاعد بالعشوائي. الله يسلم. نعم. هاي صور جاي اشوفها، الزبل هاي قليله، هاي يعني نظيفه هاي المكانات. انا اشوف الناس لو نايمه بالمكانات لا خدمات، ويجون لهم ذول المرشحين الاحزاب يقولون احنا نعمركم نسوي لكم شوارع. هاي صار نجد من 2003 تقريبا هاي الانتخابات، وجاي يجون يزورون المناطق ويقولون احنا حنعمركم اياها، وكذب من 2003 لسه. زين سمير، من 2003 يعني لغايه الان بالديوانيه ما قامت محافظة؟ تمام، كان الديوانية نصف نصف، ايه؟ كان الديوانية عايش بالتجاوزات والعشوائية. نعم، المحافظة ما سوت لها مجمع سكني، ما وزعت أراضي. هاي الأحزاب دمرت العراق والله. نعم، يعني جاي يجون يستغلون الفقراء والمساكين، يقولون من عمركم ونسوي لكم المجاري. ومن 2003 الديوانية، تعال طب لي وشوفها، محافظة منهارة في النوم، ناس فازة مسلط عليها حزب الفضيلة ومجلس الأعلى مسلطين عليها وباقوا ثروات كلها. شاهد الله، احنا ما جايكم، احنا ناس نعاني مثلكم، انتوا تعانون من داعش، احنا نعاني من داعش السياسه. داعشنا احنا موجودين هم الاتحاد الوطني. نعم. انا احكي لك من صوت من الديوانيه، ما جاي اقول لك من غير محافظه، انا جاي اشهد لك من الديوانيه. نعم. فوق تعال طب المستشفيات، تعال شوف الاوضاع الديوانيه كلها. هي هاي الاحزاب حزب الفضل مسلط جاي يعين بس اتباعه. نعم. زين شنو الحل برايك سمير؟ شنو الحل؟ جاي يجي عمار يوميا متغدي لين شيخ، ويضحكون على الناس ويجيبون ولد الشيوخ يستغلون الضعفاء. يابا انت ابن هاي القبيله، تجي قبيلتك تنتخبك. هيك جاي يستغلوا عمار الحكيم وربعه، يروحون للشيوخ العشائر يقولون يابا ولدكم ترشحون واحنا ندعمكم من الشيوخ، ويعطونهم سيارات يعني مع الاسف على شيوخ الديوانيه. يعني يبيعون ضمائرهم، جاي على مود اصوات، على مود عمار وغير عمار، هاي الزبايل اللي اجتنا. نعم. هاي كلها عندي الان حسب بقلك يعني. زين شنو الحل؟ تجي تكون طب الديوانيه وتشوف. احنا صارنا 15 سنه على هالوضعيه، وكل سنه دا يسوء الوضع. 15 سنه شاهد الله. شنو الحل سمير؟ لا يقول لك
شنو الحل؟ الديوانيه ما بيها شارع. يعني خداع وكذا، الجيش احنا نظامنا كذا، انا جاي اريد الوادم شوي تنتبه له روحك. نعم. اريد الناس تكون تحكي بالديوانيه، لا تنتخب ذول الاحزاب، خلي يغيرون. خلي يغيرون كافي قلهم. وشكرا عليك. شكرا سمير من الديوانيه، كان معنا، معنا ابو يحيى من دياله. انقطع الاتصال مع ابو يحيى من دياله، استمعنا الى سمير من الديوانيه يقول لك نصف سكان الديوانيه ساكنين بعشوائيات، وبان الاحزاب رؤساء الاحزاب والكتل يجون فقط وقت الانتخابات ويوزعون سيارات على شيوخ العشائر، وشيخ العشيره بدوره يقوم بدعوه ابناء العشيره بانتخاب الحزب او الشخص الفلاني اللي صار له 15 سنه بمنصبه وفلوسه كثرا، والشعب هذا حاله. وتحدث سمير عن مأساة أهالي الديوانية وقال المحافظات الغربية مبتلية بداعش، وإحنا مبتلين بداعش الفساد اللي موجود، واللي كما قال سمير متمثل بهؤلاء رؤساء الأحزاب والكتل. عاود الاتصال معنا أبو يحيى من ديالة، تفضل أبو يحيى. أبو يحيى. ألو، السلام عليكم أبو يحيى، تسمعني أبو يحيى؟ يبدو هناك مشكلة في الصوت مع أبو يحيى من ديالة. طبعا نقرأ رسالة واتساب، يقول أبو حسام النعيمي من بغداد، تحية لك أستاذ عمر ولكادر القناة. لا يوجد مسؤول من الذين استولوا على مقدرات الدولة يملك ذرة من كرامة، ولهذا نرى كلما انتفض مواطن وانتقد أفعالهم وبدأ بشتمهم لا يعيرون أي أهمية، لأنهم فقدوا كرامتهم بحوزتهم مليارات الدولارات، والشعب يعيش بالعشوائيات، لكن العتب ليس على الحاكم وإنما العتب على المحكوم. نعم، أبو يحيى من ديالة عاود الاتصال، تفضل أبو يحيى. السلام عليكم أخ أستاذ عمر عيني. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. سلامي على قناة رافدين البطل أخوي العزيز الغالي عكاد الكل، حياك الله أستاذ عمر. أستاذ عمر هذول إن شاء الله وصل أحدهم إن شاء الله. هذول دمروا العراق، هذول دمروا العراق، سووا تراب، وهسه ما لا يزال يريدون يبقون، يعني يكون الحكم والكراسي ويريدون يحكمون، يعني هذول ما ادري شنو عقولهم. نعم. شو الشعب العراقي وعى يا استاذ عمر، وعى بعد، يكفي. نعم. ما طلعناهم مع تراماتنا بالقنادر، طلع السم ابو يحيى بالقنادر اللي نطلعهم. زين ابو يحيى، ماشي ابو يحيى، انت من محافظة دياله، اكو عشوائيات بدياله؟ تجاوزات يعني بها عشوائيات دياله. استاذ عمر، استاذ عمر حقهم عراقي، حتى لو بنص المحافظه، حق العراقي، عايش عراقي، هو عراقي، ما عنده متر لا يسكن بيها، ما عنده حقه، عشوائي هذول هم سووا فوضى، سووا العراق فوضى. شو العراق فوضى؟ وين ذاك الحكم؟ وين ذاك الحكم ينخال ويلطيف ويحق للمواطنين وينطيهم قطعة أرض؟ ليش هيكي عن هاي؟ هم مبرمجين شغلتهم، مسوين مسكن للشعب العراقي، لعدانا حال الشعب العراقي. عمي أستاذ عمر يعني فشي مسوينا ذولا دادوا حكم على الشعب العراقي، مسائين ذولا وغادب ولا هذول عملاء الإمام. مسائين جادين عقول بعقول الشعب العراقي، والله العظيم يا أخي شو دعست على التصرفات، كأنما شايف جايل ويلعب وياه، يلعب وياه هذا لك وهذا لي، هيك والله. عمي الشعب العراقي يزيد وكأني شعب ثور على الثور، يكفي الثورة، خلي تبدأ من الجنوب، وين الثورة اللي كان بالجنوب؟ خلي تبدأ من الناس، أقول الناس هم تعبانين أخ عمر، أول الناس هم متعبينهم، ما عندهم. شوف هسه، شوف على 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 دجا تطلع يا سيد عمر، على دجا العالم يشتب وتغلط، تسوى أعمارهم، هم هذول السياسيين، هذول الراسين، هذول راسين مرحلة، ثقافة ومثقفين، وين الديمقراطية؟ وين الحرية؟
لك عمي شلون تروسه كلها عراقيين بابرياء. نعم. هذا يا استاذ عمر ابرياء بالقران يا استاذ عمر ابرياء. لك هذول هم هو الحكم هذول وين وين الله ان شاء الله سرطان بينهم قبل ما الشعب يسالهم. ابو يحيى من ديالى كان معنا. طبعا الاخ اللي ارسل لنا رساله قبل شويه وتكلم على انه يقول وقعنا عقد وكان العقد يعني فيه كثير من الثغرات والى اخره، وضح برساله اخرى يقول هي شركه تابعه للاتصالات وزاره الاتصالات، واخشى يعني ما اريد يقول ما اريد نقول بالضبط لان احنا بس 20 شخص، يقول من ضمن العقد في حاله موت المتعاقد ضمن واجبه ضمن العمل ليس لأحد من أقاربه الحق بالمطالبة بتعويض. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة حول ارتفاع عدد العشوائيات في العراق، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نقرأ بعض الأخبار المتفرقة. يقول النائب عن محافظة البصرة محمد الطائب أن هناك حراكا شعبيا في المحافظة سيفضي إلى اندلاع تظاهرات كبيرة. أضاف النائب الطائب أن سكان محافظة البصرة جنوب العراق لا سيما في منطقة القبلة سيتظاهرون اليوم السبت بسبب تردي الخدمات وتراكم النفايات، داعيا محافظة البصرة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحل أزمة النفايات المتراكمة وتحسين الخدمات الأساسية في المحافظة قبل أن تتفاقم الأوضاع أكثر على حد تعبيره. طبعا بيوت الطين في العراق اليوم معروف أنه قبل 100 سنة كان مجتمعات إن كان في العراق وفي بلدان أخرى يتم بناء البيت بالطين. اليوم رجعت بيوت الطين إلى العراق بسبب الفقر وبسبب يعني الحالة الاجتماعية التي وصل إليها المواطن العراقي، وحتى مدارس، هناك مدارس بنيت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، مدارس وشاهدناها طبعا عرضناها على شاشة قناة الرافدين في برنامج .com، مدرسة مبنية من الطين في عام 2005، وهذه كذلك تضاف إلى أزمة السكن وأزمة البنية التحتية وسوء الخدمات في العراق. معنا اتصال أم عبد الله من بغداد، تفضلي أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحياتي لحضرتك وإلى القناة وإلى الشعب العراقي. الله يحييك، أهلا وسهلا. شلون تشوفين العشوائيات بالعراق وهذا الارتفاع العدد الكبير؟ والله هي مناظر بشعة لبغداد والمحافظات. فأنا أعرف أنه وزارة التخطيط أنه عملها بس كتابة المشاكل بدون حلول أو تخطيط جميل للمحافظات أو منطقة بغداد. فإحنا نشوف غياب الحلول كلها عولتها الحكومة على أساس تقوم بعملية الحلول لهذه العشوائيات وإعادة إعمار العراق على المؤتمر إعمار العراق، وراح تقوم بعملية المعالجة هذه العشوائيات على حساب أموال الدول المالحة وأموال الشعب العراقي. أستاذ أريد أسأل سؤال، ليش إحنا المبدعين العراقيين الموجودين في العالم الخارجي هم قاموا بعملية بناء العالم وقسم من المدن بكل تقنية وبكل جمالية، ليش انه الحكومه العراقيه ما قامت بعمليه اصدار امر يعني دعوتهم الى العراق للقيام بهذه الابداعات في العراق؟ هم من البدايه من جوي الحكومه بعد غياب النظام السابق، الحكومه الجديده هي كانت عودت على نفسها انه تقوم بعمليه السيطره على الحكم فقط، والعراقيين اصبحوا
لهم ماكو فايدة من الحكومة، وخاصة العراقيين ترى أكثرية هجرتهم صارت بعد إزالة النظام السابق، فجوا إلى مدينة بغداد وقاموا بعملية نزوح كبيرة مما أدى إلى إثارة مشاكل في منطقة بغداد. وهذه العشوائية ظهرت بشكل واضح، وحتى قسم من المفسدين قاموا بإزالة الأراضي الزراعية وتحويلها إلى أراضي سكنية بدون علم الدولة. فهي كلها أدت إلى أنه مناطق غير مؤهلة للسكن. والعراقي ليس لأنه خلوه مشغول بعيشته وخاصة أكل التنابر، فصار العراقي لأن ماكو عمل، فالتنابر زادت في منطقة خاصة المناطق. زين أنت يوم عبدالله شوفين أنه هذا الأمر متعمد من قبل الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق؟ لو يعني لا أبالي مثلا يقول لك هذا الموضوع ليس من أولوياتنا. خدمة الشعب العراقي هي ما جاية لخدمة الشعب العراقي، جاية إنه تسيطر على الحكومة وتستفيد وتفيد جماعته. لا أسفل ولا أقل. فلهذا نشوف العراقيين يعني بين فترة وفترة خاصة أهل التنابر تجيهم قوات أمنية ويقومون بعمليات إزالة التنابر وإزالة العشوائيات ويخلون الشعب العراقي في حالة يرثى لها. ليش إنه هذه التصرفات اللي تقوم بها الحكومة ضد الشعب العراقي؟ المفروض المبدعين أو المفروض الحكومة السياسية. نعم أم عبد الله، شكرا. أم عبد الله من بغداد كانت معنا. نقرأ رسالة واتساب قبل الختام. أعتقد بأن الكثير من المدن بدأت تتحول إلى عشوائيات من حيث الإهمال في الخدمات والتعمد على تفقير المجتمع ونشر البطالة. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين التي سلطنا الضوء فيها على ارتفاع عدد العشوائيات في العراق. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.